اجبروا الخواطر وراعوا المشاعر وانتقوا كلماتكم وتلطفوا بأفعالكم وتذكروا العشرة ولا تؤلموا أحدا وقولوا للناس حسنا وعيشوا أنقياء أصفياء فهذا نهج الأنبياء وأخلاق النبلاء فاللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم إني أستعيذ بك من غضبك وسخطك وعقابك وبطشك ومن زوال نعمتك يا أرحم الراحمين يا رب توكلت عليك وبك أستعين لا مانع للشر إلا أنت ولا جالب للخير إلا أنت فيسر لي أمري وفرق كربي وأكسر رزقي يا رزاق يا كريم. أهلا سهلا بحضراتكم في يوم جديد وحلقة جديدة من تفاصيل. النهاردة في تفاصيل زي ما عودناكم على مدار الشهر الكريم هنستكمل حديثنا عن فضل صدقة سقيا الماء وجزاء إدخال السرور على المحتاجين. عشان كده هيكون معانا ضيفنا اللي منورني النهاردة الدكتور مصطفى العقريشي مستشار الديني لمؤسسة نبض الحياة الخيرية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذة نايل. وألف حمد لله على سلامتك. ربنا يعزك. عرفت أنت حصل لك حادث وأنت راجع. الحمد لله. الحمد لله على السلامة. فضلا من الله ونعم. النهاردة يوم 18 رمضان. فكرت كتير نتكلم فيه أنا وحضرتك. لقيت نفسي عايزة أتكلم في حاجات كتير. بس هبدأ بالمعروف. راودني سؤال، إيه هو المعروف؟ وإزاي أعمله؟ وكمان إيه هو ثوابه؟ وفي فرق بينه وبين جبر الخواطر؟ الحمد لله العزيز الغفار. الحمد لله. مكور الليل على النهار. والصلاة والسلام على الحبيب المختار. الذي قال من حفر للناس آبار جزاه الله بجنات تجري من تحتها الأنهار. المعروف شيء جميل. إيه المعروف ده؟ كل أمر طيب، كل أمر حسن تقدر تعمله المسلم معروف. وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل معروف صدقة. كل معروف صدقة. صدقة. أي معروف تعمله، تبسمك في وجه أخيك صدقة، مشيك إلى الصلاة صدقة، إبعاد الأذى عن الطريق صدقة، مساعدة المحتاج صدقة، حفرك لبئر صدقة، سقيا ماء صدقة، كل دي صدق. المعروف ده شيء عظيم جدا جدا جدا، بس لمين؟ للي يعرف. شوف اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ للي يعرف. للي يعرف. هو اسمه ايه اصلا؟ معروف. معروف. معروف ان اللي يعمل كده ربنا سبحانه وتعالى هيجازيه خير. خد الاعظم. المعروف يقي من 70 داء. عملك المعروف ده هو بيبعد عنك 70 مرض. ويقي 100 السوء. يا الله. اه والله. تبقى انت ماشي في الطريق وربنا سبحانه وتعالى بسبب معروف عملته، ده ممكن من 70 سنة، ده ممكن من 60 سنة، انت نسيته لكن ربنا فاكره سبحانه وتعالى كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ربنا سبحانه وتعالى مش قلنا انا وحضرتك ان سيدنا علي بيقول لطف، لطف، وده اللي حصل معانا، لطف من ربك سبحانه وتعالى. نعم. اه والله لطف يجري على المصيبة والمعروف اللي انت عملته فيذيب المصيبة ويردها عنك. ده المعروف. طب ده في الدنيا، طب امال في الآخرة؟ يأتي المعروف من بين جميع الخلائق ويختارك من بين جميع الناس. شوف بقى انت ماشي كده باشا باشا، ويختارك من بين جميع الناس ويسوقك ويقدمك إلى الجنة. يزقك كده ويقول لك خش ادخل الجنة بغير حساب. خش، انت واقف مع الناس دي ليه؟ قال لا، هو انا مش هتحاسب ولن أقف لنصب ميزان أو لنشر ديوان. يقول لك لا، هو انت منهم؟ انت مش منهم، انت من الذين عدهم الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وسيدخلون الجنة بغير حساب. يا الله. هم دول اهل المعروف. هم دول اهل جبر الخواطر. اكبر خاطر مسكين، اكبر خاطر محتاج، وحضرتك لسعتيني بقربك والله العظيم من شوية وانت بتقولي النهاردة 18 رمضان. 18 رمضان يعني خلاص بينتهي، رمضان بينتهي. فهل انا اعددت نفسي من اهل المعروف؟ هل ساعدت في حفر بير؟ هل ساعدت في سقيا ماء؟ هل ساعدت في اعمار مساجد؟ هل عملت ايه ولا عملت ايه ولا عملت ايه؟ ما حاسب نفسك. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم. صح. غالبا لما بنعمل احنا الصدقه بنحس جوينا كده بالفخر،
تحس انت مطمئن اكتر، فخور اكتر. اعتقد الاحساس ده كل الناس بتحسه. تعالوا نطلع نشوف اول تقرير لينا ونرجع لكم مره تانية، ابقوا معنا. مازلنا معاكم من صحراء محافظة مطروح على الحدود المصرية الليبية، موجودين هنا بنحفر الآبار علشان نشرب الناس مية. ده طلبهم وأملهم الوحيد إن احنا نشربهم مية. الحياة في الصحراء بالنسبة لأهلينا من البدو ممكن تتوقف على نقطة مية. احنا مرميين هنا ومية تعبينة وجبتنا تعب العيال وجبتنا يعني تعبانين خالص منها، تعبانين خالص منها. وفي قلب الصحراء هناك سكان في الحر في عز نهار رمضان بيدوروا على نقطة مية والطير في السماء بيحوم عطشان. قدموا لأنفسكم، حاولوا ان انتوا تشوفوا الناس اللي هنا اللي عايشين. نمنا من بعيد، نجيب مية بعيد ونحطها هنا ويجيها سمس طبعا وتراب وعفارة ومية تعبين. في مؤسسة نبض الحياة بنوصل شريان الحياة لقلب الصحراء من خلال حملة سقيا الماء، بنحيي الأمل في كل منطقة صحراوية مهددة بالعطش. حملة سقيا الماء لازالت مستمرة. هنا الناس تحتاج إلى آبار كثيرة جدا. ما فيش بيرة تمشي تتعب، تمشي ترد بعيد من يعني تأخذ كروز ولا عربية ولا تمشي تجيب مي من البلد، يعني آخر تعب آخر قلق. ساهموا وسارعوا الآن، ابنوا آبارا واحفروها واسقوا المرضى والعطشة والجوعة وقدموا لهم، فإن الله سبحانه وتعالى يكافئكم ويكرمكم. وكم من إنسان عليل ومريض سقيم قد شفاه الله وعافاه بصدقة جارية أخرجها لله جل وعلا وسقيا سقى بها محتاجا وعطشانا. هي المرضى دي يعني تيجي في السنة مرة بربك كده أو شهر أو ما يعني شهر 10 12 أو واحد كده يجي كده هك، يعني لو في بير وفي إمكانية تيجي الماء يطب جوه ونحطه جوه ونقبل أسهم منها تمسك ناس سنة ثمان شهور اللي هو. وما زلنا نناشد أهل الخير باستكمال المسيرة علشان تنتهي مشكلة نقص المية إلى الأبد في كل أنحاء محافظة مطروح. كملوا معانا، ما زلنا نحفر الأبار بنجمع مية المطر وبنسقي كل الناس صدقة جارية من مؤسسة نبض الحياة. في لقاء ممتع وشيق مع دكتور مصطفى امبارح، لكن كان وقتي خلص. كنا بنتكلم عن سيدنا عثمان، وكان دايما سيدنا عثمان بن عفان معروف انه كان سخي في العطاء وكثير الانفاق لوجه الله تعالى. وكان في شخص بقى ليه قصه جميله قوي دائم الحسد ليه. احكي لي بقى القصه دي. واحد كده مترصد له يحسد فيه. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه زي ما قلنا عنه ذو النورين لأنه تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة رقية والسيدة أم كلثوم. وهو الرجل الذي تستحي منه الملائكة. بسبب إيه؟ كثرة صدقاته لوجه الله سبحانه وتعالى. ففي رجل شافه كده، شايف سيدنا عثمان كل حاجة وله فيها يد. أو أنت نيجي مثلا نجهز جيش، يجهز الجيش بألف بعير من عنده هو بكل ما تحمله. المدينة كانت في جوع، يبص يلاقي سيدنا عثمان جايب قافلة وقال كلها لوجه الله سبحانه وتعالى. فالراجل يعني قاعد بيغبطه. الغبطة ديت مش زي الحسد، الحسد كلمة عظيمة شوية، إنما الغبطة إن أنا أتمنى إن يبقى عندي زي اللي عندك. ماشي. بيغبطه. فبقول له أيوة يا أصحاب الأموال، ذهبتم بالخير، تخدتوا الخير كله، تتصدقون ولا نتصدق، وتحجون ولا نحج، وتنفقون ولا ننفق، فأين لنا من هذا الأجر؟ بنق عليه. أيوة. بس ليه في الخير بقى. أيوة. في الخير بقى. فسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه رد عليه رد جميل قوي 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 قوي. قال له إيه؟ قال له والله إنا لنغبطكم كما تغبطوننا، احنا برضو بنحسدكم. قال له بتحسدنا على إيه؟ ده ما فيش يعني زي ما بنقول بالبلد كده الشيخ دي الريح من البلاط. مفيش، ده انا ما عنديش حاجه خالص. انت بتقول ايه يا امام؟ تحسدني انا؟ قال له ايوه والله ان الدرهم الذي تنفقه من جهد خير الف مره
من 10,000 درهم غيض من فيض. الله، يعني قليل من كثير. يعني انت بتحسبني؟ لا، ده انا اللي بحسدك بقى على اللي انت فيه. انت عند ربنا احسن مني، الدينار بتاعك ده عند ربنا احسن من 10,000 دينار انا ببرع بيهم. انت عند ربنا عظيم. فعشان كده وارجع اقول اللي حضرتك بتقوليه، والذين لا يجدون إلا جهدهم. هم دول الناس. لا، عشان كده بكلم الناس بقول لهم ياللي انت مش قادر تحفر بير كامل تكلفته 25,000 جنيه، شارك فيه. شارك. الله، حلو 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 قوي. ساهم. اه والله سهم. اضرب لك في سبيل الله بسهم. صح. اضرب لك في رمضان بسهم قبل ان يفرغ رمضان. صح. قبل ان ينفض السوق. صح. اقسم بالله العظيم انا خايف عليك، انا خايف عليك كل اللي بيشاهدني. انا نفسي قلبك تشيل من عليه الرن والصدى اللي عليه ده. يمكن الساده المشاهدين ما يعرفوش دكتور مصطفى، هو اصلا بيقعد يعمل معايا كده قبل الهوا. والله بامانه هو طبعه كده. لا خدوا بالكم انتوا بتعملوا كذا، اعملوا كذا، لا الافضل كذا. بامانه هو دي طبيعته. تعال بقى ندق على البيبان بما انك في تفاصيل، وندخل جوه تفاصيل الناس وننم ونسمع ونتكلم ونشتكي. راجل يقول لك انا بزرع زرعه لكن يعني بتطلع نبتتها مش قوي، مش زي زمايلي ومزارعين صحابي وجيراني. راجل بيصنع منتج ويجي في الاخر يحصد اخر السنه، يعمل المحاسبين بتاعته يلاقي ان في مصانع سابقاه بشويه، رغم ان ممكن تكون هو كمان امكانياته عشان هو اكتر منهم بس زيه. او تعالى ندخل في تفاصيل تانيه في نفس الصوره بنفس الشكل، ام تقول لك ابني بيذاكر كتير او ما بيحصلش، ما دي زي دي على فكره. تمام. او بنتي بيجي لها عرسان كتير وما بتتوفقش. ينفعوا نفسهم بايه؟ نقول لهم ايه لو فيهم حد بيشوفنا؟ عايزه اعظم شيء؟ اه الصدقه. الحل؟ الحل. والله العظيم الصدقه. لا لا لا. الصدقه دي حاجه عظيمه قوي قوي. طب اقول لحضرتك. اتفضل. تختاري انت ولا ربنا اللي يختار لك؟ لا ربنا اللي اختارني. ربنا اللي اختار. يا سلام، جميل قوي. يبقى انا اول حاجه عندي الصبر، انا اصبر لان ربنا عين لحاجه عظيمه قوي. طب والنبي عايز احليها، عايز احليها اكتر. تصدق. طلع لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم بالله. وان ربنا سبحانه وتعالى هيشيل عنك كل ده كله. قصه واقعيه. اتفضل. واقعيه حصلت والله. تفضل. بالفعل. اتفضل. واحده قاعده في وسط مجلس من النساء ومجلس علم والرجال قاعدين قدامه، فسمعت الشيخ قاعد بيتكلم عن حفر الابار وبيتكلم اللي يساهم زي ما حضرتك قلت، اللي يساهم في حفر بير وهكذا، وهي ما عندهاش. مفيش حيلتها غير عقد لابساه في رقبتها، هو ده اللي حيلتها يا عيني، وكله فصوص بس. قالت انا كل هم وكل كرب مالك يا حاجه؟ قالت انا جوزي ما بيبصش في وشي، بيزهق مني بقاله 10 سنين. لا اله الا الله. 10 سنين بيبص في وشي بيزهق. لا اله الا الله. اه والله. فسمعت عن اهميه الصدقه والمساهمه في حفر الابار وغيره. فراحت رايحه للشيخ، قالت بقول ايه؟ انت قلت الصدقه هتشيل الهم والقرب اللي انا فيه. قال لها نعم. قالت له هذا كل ما لدي. ولعت العقد وقالت له خد العقد ده فيه فصوص. فصوص، ركز معايا. في فصوص. راح الامام، امام المسجد، راح واخد العقد وراح عند السايغ، فالسايغ بيشيل الفصوص، لقى تحت فصم الفصوص عمل. عمل كان معمول لها. عمل ناس ازينها بقى لها 10 سنين في كرب. لا اله الا الله. طب ايه اللي فكلها العمل؟ تصدقها. لما تصدقت. فالشيخ شاف العمل ورجع لها وما قالهاش، وقال لها خذي ها هنا، تعالي هنا اما اقول لك كده. انت العقد ده مالك فيه ايه؟ في ايه اللي همك؟ قالت له جوزي ما بيبصش في وشي بقاله 10 سنين، متضايق مني، ما بيطقنيش. ايه عايشه في هم وكرب صبره بقالي 10 سنين. قال لها وانت عملت العقد ده لمين؟ قالت له ابتغاء وجه الله عشان ربنا يفرج عني ما انا فيه. واسمعي الاعظم. اتفضل. قالت دخل علي زوجي منذ يومين متهللا مستبشرا مسرورا، ودخل علي في غير هيئته. واخذ يضحك في وجهي ويبتسم في وجهي غير الهيئه التي كنت عليها ذلك عندما اعطيتك العقد. الله
اللهم ارزقنا سكينة في بيوتنا يا رب، وقرب مننا يا رب حبايبنا وتبعتهمش أبدا. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا التاني ونرجع لكم مرة تانية، ابقوا معنا. في رحلة جديدة لحملة سقيا الماء جينا هنا لمنطقة النجيلة، خصوصا في منطقة أولاد مرزوق. جينا هنا عشان خاطر نشوف الناس هنا انطباعهم ايه بعد ما الحمد لله توفر لديهم بئر ماء، بئر شيخ غريب، والحمد لله رب العالمين. الناس هنا فرحانة فرح شديد جدا ومبسوطة، لأن استقرار الناس وحياة الناس، أو بمعنى أصح فرحة الناس الحقيقية لما تتوفر نقطة المية. معايا عبد الرحمن وابن عمه موسى من سكان هذه المنطقة، عايزين نعرف انطباعهم وعايزين نعرف متطلباتهم، وهل بئر واحد يكفي ولا محتاجين تاني؟ البئر عندكم هنا يمثل ايه يا موسى؟ يمثل الحياة بالنسبة لنا، يمثل الحياة بالنسبة، يمثل الحياة بالنسبة لنا. نعم البئر هذا هو الحياة عندنا. نعم ان لو ما فيش ميه مش هنقدر نعيش، مش هنقدر نعيش، مش هنقدر نعيش ممكن يعني. نعم تمام. نعم وبير واحد يعني على اربع اسر ما يكفيش يعني. نعم مفروض يبقى في بير اخرى عشان ايش؟ انا اعتقد كل اسره محتاجه بير، يعني الاسره الواحده فيها افراد كتير جدا، كل اسره تريد بير. نعم يعني كل اسره تريد ايش؟ بير 50 متر ميه. نعم عشان ايش؟ نعم عشان يعرفوا ايش يعيشوا، وفي مي متوفر، وفي عشان بهيمهم وطيور. نعم وهك يعني. نعم تمام تمام. لا نحن نشكر المؤسسة يعني على المجهود هذينا، ونشكركم انتم واخرى يعني. جزاك الله خير، وان شاء الله يعني ايش يكون يعني ايش فيها بار اخرى ويكون فيها شغل اخرى يعني. عبد الرحمن يعني انتوا بتملوا الابار هنا عن طريق مياه الامطار، تمام؟ طيب يعني لما المطر بيتاخر بيبقى ايه شعوركم، او عدم توفر الميه بتتصرفوا ازاي؟ لو ما فيش ميه احنا بنتصرف ميه المجالس المكثفات دي التحليه، لكن ميه المطر الحمد لله ما فيش غنى عنها. نعم. لازم عشان الشرب ميه المطر، والمية دي عشان تتوفر لازم يكون في آبار، لازم يكون في آبار، لازم يكون في آبار. نحن في حاجة إلى عمل آبار كثيرة جدا. لازال قطار هذه الحملة، حملة سقيا الماء، مستمر، ولازال إن شاء الله أهل الخير بيتنافسوا ويسارعون في الخيرات، وكل واحد منهم عايز يقدم لنفسه يوم القيامة أفضل الصدقات عند الله تبارك وتعالى، ألا وهي سقيا الماء. بنحاول نعمله معاكم هنا في ظل اليوم الموجود، وفي ظل الإعلام اللي ممكن بتبقى فيه مواد كتيرة قوي بتذاع على شاشات التلفزيون، احنا حاولنا نختلف، حاولنا ناخد بإيدينا بإيد بعض، ناخد بإيد المشاهد اللي ممكن يعمل حاجة ويساعد ناس محتاجة فعلا المساعدة دي، وناخد بإيد برضو ناس تانية عندها قرب محتاجة تزيحه أو تشيله، أو عندها حاجة في حياتها غصة محتاجة تخلص منها، عنده أمل الحياة كل يوم في حال، للنهاردة زي مبارح ولا مبارح زي بكرة مش هينفع. هو ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كده، بإيده هو كل الأحوال. كنت بتكلم مع دكتور مصطفى بيقول لي احنا دايما بنقول بالبساطة كده اللي أنا عودتكم عليها، ما داقت إلا ما فرجت. ده سر ولغز بقى اسمعوه. اقول لحضرتك اتفضل. هي الحياه دي ربنا خلقنا فيها، ربنا خلقنا في حياتنا دي عشان نعيش تعساء ولا نعيش سعداء؟ سعداء، نعبده وسعداء. الله جميل قوي، جميل قوي، مسلمين بالامر ده. والله العظيم ربنا عايزك انت سعيد، عايزك دايما مبسوط، بس انت اللي مش راضي، انت اللي مش عارف طريقك فين. هو مش في عندنا تلفزيون في كل بيت؟ او شاشه؟ الشاشه دي مش بتقلب، بيبقى لها كتالوج. لو مشيت مع الكتالوج التلفزيون ده يبوظ؟ لا انت مش ماشي مع الكتالوج، عشان كده حياتك مبهدله، مش عارف تخش لها منين. انت مش ماشي مع الكتالوج. طب ايه الكتالوج؟ القران الكريم وسنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيقول ان الصدقه
بيقولوا حفر الابار، بيقولوا المساهمه في عمل الخيرات، بيقولوا وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنات عرضها السماوات والارض عده للمتقين. ايوه هي كده. وحضرتك كنت سالاني من شويه بتقولي جزاء اللي هو التاجر ايه اللي هو ربنا مضايقها عليه والمزارع وده وده، والله العظيم ربنا كل ما بيضايقها عليه كل ما بيبقى فرجه اكبر. انا مصدقه حضرتك جدا، لان يمكن المثال اللي انا هقوله ده موجود في كل بيوت المصريين. ليا صديقه والدتي كان ابنها محجوز في السعوديه لامر ما، اول ما وصلها الخبر والله بامانه هذا صدق وحق، نزلت جري تعمل اطعام طعام، جري ما فكرتش في ايه ولا عنده ايه. فلما رجعت انا يعني سبحان الله العلي العظيم قلت ايه كميه اليقين دي، الا ان ربنا فرج على ابنها ورجع لها. هي عايشه في الحياه دي، انا اتعلمتها من كتر الموقف واذى الام لما شفتها اتاذت بالخبر، لان انا عشت التجربه. انت متخيل جري تتصدق، هي ما ادالهمهاش حاجه، يعني مش هقول لحضرتك هي عندها كتير، لا والله، بس اهو حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام وعد المنفقين بان ربنا هيوفي لهم وربنا هيديهم والله يضاعف لمن يشاء. في حديث رواه الامام النسائي رضي الله عنه في صحيح الامام النسائي عن ابي مسعود رضي الله عنه قال كان قاعد مع حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الناس اللي بتحب سيدنا النبي بقى، وانا عارف ان كل الساده المشاهدين بيحبوا حبيبنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فسمع سيدنا النبي بيتكلم عن الصدقه وبرضه والذين لا يجدون الا جهدهم ما معهوش، جرى على السوق واخذ يحمل امتعه على ظهره، بيروح يوصل كده شوال دقيق هنا شوال هنا شوال هنا، واخر النهار اجرته مد، يعني حفان كده من غله حفان من رز وهكذا. فبيجري بالمد ده ويجري للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله خد يا رسول الله خد، انت قلت اعظم شيء الصدقه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهو المد هو يا رسول الله. فاحد الذين شاهدوه بعدها بفتره، اهو انا بقول بفتره ما بقولش على طول، اهو بكلم المزارع والتاجر ما بقولش على طول، ممكن ربنا يديك على طول لان انت عايز كده، لا اصبر ربنا يختار لك احسن، خلي ربنا هو اللي يختار وربنا عارف هيرزقك امتى. فواحد من اللي شاهدوه قال والله ان لهذا الرجل اليوم 100,000 درهم. يا الله 100,000 درهم وما كان له يومئذ من درهم. ما كانش له قبل كده ولا درهم خالص. والله سبحانه وتعالى ضاعف له واغناه، اللي انت كنت شايفه امبارح ما فيش، خلاص ربنا اغناه. طيب لو هنتكلم عن يعني هو موضوع ممكن يبقى حساس شويه، بس انا هطرح السؤال. رجل كان مقصر في حق امه او ابوه، مش هقول مش مبر بيهم او انه لكن جاف شويه وندم، يعني هو دلوقتي قلبه حرقه قوي ان هو ما كانش مبر بالزياده، ما وقفش جنب ابوه قوي وهو مريض وهو على فراش الموت، ما راحش وداه مستشفى غير اللي كان فيها، كان ممكن حضرتك فاهم من تأنيب الضمير ده. او سيده هنقول مثلا نخلف شويه كانتش مبره بحماتها وكانت جافه برضو معاه، هل ممكن ان هي تكفر عن الذنب ده؟ بس استنى ما تجاوبش، هعرض تقريرنا ونرجع لكم مره تانية بعد الفصل. لازال قطار نبض الحياة مستمرا في السير والسعي في جميع ربوع مصر، في كل صحراء مصر، في الأماكن البعيدة قبل القريبة. الحق بالركب، اضرب معهم بسهم، نل معهم من الأجر، كن أنت من الذين يتعاونون على البر والتقوى، الذين يتنافسون، الذين يسابقون ويسارعون، الذين يسارعون بالخيرات. المسافة السكانية هنا كم أسرة ولا كم فرد ممكن يا حاج؟ 10 ولا 15 فرد. حوالي 15 أسرة، يعني ما شاء الله، يعني محتاجين مية. طبعا كلكم فاكرين الحاج لما جينا سجلنا معاه المره اللي فاتت وكان بيقول لكم انا عاوز احفر بير، النهارده الحمد لله جايين نسجل له من قدام بيته وبقى عنده ميه في البيت لان اتحفر له بير هو وكل المنطقه اللي حواليه. ازيك يا حاج؟ كثر خيركم يعني، نهرتوا لنا البير تمام الحمد لله متشكرين. انت كنت عاوز بير وقلت لاولادك يعملوا لي بير، النهارده الحمد لله البير موجود؟ موجود الحمد لله، البير قاعد موجود الحمد لله.
يمسك المية قد ايه البير ده؟ ان شاء الله يمسك مية واسدة فترة قد ايه؟ 6 شهور مثلا؟ يمسك 6 شهور وزيد. حضرتك والاولاد والاحفاد تشربوا منه مش كده؟ ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. كثر خيركم وسع عليك. شكرين ربنا بيه دل ربي. لسه في مناطق تانية يا حاج محتاجة ابار؟ طبعا فيها فيها واحد يجيبها. طب لو حد ما عندوش بير وجاي ياخد منك مية هتقول له ايه؟ لا اعطيه مية كمان. شي مية اعطيه مية. الحمد لله الخير ما بيقفش عند حد. الحمد لله. الحاج لو حد جاي ياخد منه مية يعطيه مية. لو حد طلب مية من الحاج هيديله زي ما طلب من حضراتكم تحفر له بير وحفرته. هو ده الخير بيتحرك من واحد للتاني. شكرا ليكم. الحاج بقى عنده بير هيسقي منه كل المنطقة اللي حواليه. إحدى المتبرعات وصلت معانا وقالت لما سمعتك بتقول اجعل يوم القيامة يوم الفزع الأكبر اجعله يوم الفرح الأكبر بالصدقة بتاعتك. أصرت إن هي تحفر بير هنا في صحراء مطروح وبالفعل اتبرعت بذهب من عندها يكاد يكون كل ما تملك. تواصلت معانا واستلمنا التبرع ووعدناها نحفر البير خلال 20 يوم من استلام التبرع. فكان بئر السيدة زينب وتسألكم الدعاء. نعم اعمل لآخرتك، قدم لنفسك، حاول ان انت تضرب بسهم عشان تلاقيه يوم القيامة. اجعل شعارك في هذه الدنيا اللهم لا عيش الا عيش الآخرة. اللهم لا عيش الا عيش الآخرة. المعروف جندي من جنود الله سبحانه وتعالى في الأرض. هل كنت هتقول لي بقى حكاية كده؟ قولها لي. سيدة جميلة جدا من فترة قريبة 5 أيام اتبرعت ببئر وقالت أنا البير ده كله عندي. بس لها قصة عجيبة قوي. بتقول أن ربنا رزقني بمرات ابن مطلع عيني. ليه بقى؟ لأن أنا كنت نفس الكلام. داين نفس دين. الكلام داين. ربنا الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين وتدان. المعروف ده شيء عظيم جدا جدا جدا. بس كفر عنه. طبعا. والحمد لله رب العالمين زي ما الساده المشاهدين شافوا بفضل الله الابر اتحفرت وفضل الله الناس بتشرب ميه. جزى الله كل خير كل من روى تلك الاكباد بالمياه. اللهم وجزى الله المتصدقين كل الخير ويدا بيد مع رئيس جمهوريتنا صح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله وحفظ جميع القادة والزعماء يدا بيد نبني ومؤسسات المجتمع المدني اللي سيادة الرئيس حس عليها. صح. الحمد لله رب العالمين كلنا يد واحدة إن شاء الله. ربنا قال وتعاون ونفضل دايما ايد واحدة. بكده اكون وصلت لنهاية حلقتي النهاردة مع دكتور مصطفى العكريشي اللي منورني. ان ربنا كتب لي العمر ان شاء الله اكون معاكم بإذن الله في نفس الميعاد الساعة 4 بأسئلة جديدة أجوبة جديدة، حاجة نبسطها، حاجة نكفر عنها، حلم نتقرب لربنا بيه، نستعجله إنه يحققه لنا. في نهاية حلقتي انتظروني غدا الساعة 4. كانت معكم نهال طايل في أمان الله.